يعني مهرجانات هواي صارت بس ما شفناك بيها انت اصلا. مو قلت لك يا اخي عشان المهرجانات من يروح بيها يا حبيبي يا عمري، هم لازميها يا اخي. ببغداد 5 عصابات 10 عصابات فلان وفلان 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 يا اخي، تعتون ليش تشتغل؟ طلعنا من طوري؟ لا تعتون تشتغل ما اشتغل انا، اذا اشتغل على جماعتي. انت شلون هسه خلفت خالد محترم، خالد فنان، خالد من عجيبه، اطلع من عنده نتيجه. اوكي اكو قاعه هنا، اكو قاعه هنا، اكو 4 قاعات 5 قاعات، يعرفون خالد، يعرفون جو خالد، يعرفون شنو خالد، من يشتغل لهم صح يجيبوني. بس ما بالمقابل خالد العراقي، منو خالد العراقي؟ دخل بمهرجان من هالمهرجانات يعني، بس بالمقابل اليوم الفنان لما يروح لاقليم كردستان تحديدا اربيل يلقى كل الامان موجود داخل الاقليم. يعني ما اتوقع انه موضوع العصابات هذا اللي تحدثت به. انا يعني عصابات فنيه احكي لك حبيبي، احكي لك محلات، احكي لك غنى، احكي لك متعاهد الفلاني، احكي لك ابو برنامج الفلاني، ابو القاعه الفلانيه. انا زين انت اذا عصابات ليش ما اشتكيت عليهم؟ لما تشتكي ليش تشتكي عليهم؟ موكو رقابه على الفن والفنانين والقاعات اللي موجوده. مو اتعبك هسه، وانت هسه من تحكي خلينا نحكي شويه بمنطق. عيسى لا تتعبني عيسى، والله ما تعبك بس انا احكي واقع والله. انا تعبان والامور كلها يعني شيء مأزم على شيء، ها فلا تدخلني بمواضيع. والله ما دخلك انا ما داخل انا مدى يعني شو دقيقه انا مدى ادخلك بمواضيع بس انا احكي واقع والله. اوكي واقع ماشي، شو تريدني انا اروح لابو النقابه شو اقول له؟ والله بالقاعه ما شغلني ولا يشغلني ولا اريده ولا اشوف خلقته او لا خلفت الله عليه او على قاعته او على الناس اللي تقعد بقاعته. لا يجيبني شنو راح اموت من الجوع طبعا. انا اللي سمعته وقبل شوي هم رجعت اكدت لك اياه، قلت لك الفنان هسه مثلا واكو فنانين انا ما اريد اذكر اساميهم والله اكو فنانين يقول لك انه اذا ما يشتغل يعني خارج يعني اطار العمل حتى وهو كان ترند كل شيء ما يحصل يعني فلوس ما عنده او كل الارباح هي تروح اصلا للشركات او تروح هو للاشخاص الاشخاص هم شركات لازميهم ودا يشغلوهم ودا محترماتي دا يحملون عليهم ذهب وينطوهم عقل. زين وبغداد قلت لي 5 عصابات من هم هذول؟ هم انا بس اخي هم مدير محل ومدير فلان ومدير مدير محل مدير محل ها مدير برنامج ها يشتغل بمحل ها يجي ابو شركه يبطله ليش ما تنزل جماعتي؟ يبطله يبطله ويقعد ببيته وهو مدير برنامج، ليش ما تنزل جماعتي؟ ليش تنزل فلان؟ مدير محل شنو يعني محل؟ مدير برنامج، هاي مو هاي هاي شغله جديده هاي ما اريد اتكلم عليها، هاي كارثه الكوارث هاي. لا هو انا اول مره اسمع بها من, يعني. من زمن العراق من التسعينات والثمانينات والدنيا ما مرت علي بحياتي وبعمر وبكائنات وكلها انه مدير برنامج. هاي ما مر علي، هاي اول مره هسه دا اشوفها بهذا الوقت. هاي كل واحد قاعد انا مدير برنامج ها يجيب 4 مطربين ياخذ من هذا المطرب 10 من هذا 5 من هذا 20 من هذا اجيبك انطينه وانطيك. هاي شغله جديده هي اساسا كل الموضوع الصاله والقاعه هي بيد مدير